أنا المواطن العراقي وأفتخر حسن الثامر الصحن الجبوري من قضاء الشرقاط محافظة صلاح الدين. عدس أشعة وسونار مرحلة ثالثة. هوايتي ومهنتي انه انا اسوي الكريب، يعني هذا الشيء حابه من زمان، من صغري صار لي تقريبا 3 سنوات بالمجال. بالاضافه الى ذلك يعني اسعاره مناسبه كلش، واهم شيء عندي النظافه، عندي شغلات تميزني عن غيرنا، وهذا جزء من شغله. مع اخواني بسام ابو حمودي وباسم ابو اطياف، نسر العفو ابو اطياف من عمامنا اللهيب قضاء اشترقاط، جينا زياره عنا جفل اشرف على اهلنا اللهيبات دكتور الطيب. جينا انا بالنسبه لي الزياره الاولى، جيت متوجس يعني الزياره الاولى، قلت ابقى يوم نص يوم وارجع. ومن كرم اهلها وطيبهم طيب اهلنا اللهيبات زرنا مضايف طيبه وحمايل وفضيه، واهل النجف ممتازون بالطيب. مدينه النجف شفت بيها جمال ساحر، بناء وجوه جميلة وفنادق وأضواء وكرم ضيافة عراقي أصيل، وأنا سعيد بهذه الزيارة، أتمنى أبقى أكثر وأكثر. الآن الحب اللي أشتغله ما حد أشتغله مثلي، أنا أشتغله خام الحب مالتي، الشغلة ما بيها التخمير مالتنا بالبيت، فبنشتغله خام نملحه ونرتبه ونقلب فيطلع طعمه مميز كانه ما جديد، يعني ما اشتغله مستوي مثل الجاهز. نعم هذا الحب اللي اشتغله انا، واحد نجم. عندنا انواع الشوكليتيه بالمكسرات او بالنسات، وعندنا مثل هوت شوكليت، سنيكرز، جالكسي، مكسرات بانواعها مره وسط، يخلون الناس، لان عندي انواع جديده يعني عد شكليتيه بها حلوه مره وسط، انا لا جديده عندي بالنسات وبالمكسرات. الضيافه يعني اي واحد يجي نهايه جديد يعني فنطه اياه ضيافه حتى يعني يبين عنده طعم جديد يعني. احنا نعلى الفلك للغيرنا وندار نجم القطب، ما يهمنا شلون دار الفلك، ويبقى العراق هو نجم القطب الأول والأوحد.